خدنا ايه قبل الميد ترم؟ خدنا الانفرتر، خدناه وطلعنا ديلاي وطلعنا الكاركترستكس بتاعته، ان كانت ستاتيك كاركترستكس او دايناميك كاركترستكس، تمام، وخدناه بكل تفاصيله والديلاي بتاعه يتحسب ازاي وهكذا. طيب عايزين بقى ايه باقي الدوائر؟ الانفرتر دوت دايره واحده، عشان ندرس باقي الدوائر محتاجين نعملهم كفاميلي، نقسمهم كفاميلي. فاول فاميلي هندرسها هي الستاتيك كومباينيشنال لوجيك. ايه الفرق ما بين الستاتيك كومباينيشنال لوجيك او الكومباينيشنال لوجيك والسيكوينشال لوجيك؟ تمام، ده اول حاجه هنفهمها، ازاي نعمل ديزاين للسيموس جيت وازاي نحسب له ديلي وباور ازاي، وهناخد حاجه اسمها لوجيكال ايفورت، برانشينج ايفورت، باث ايفورت، وبعد كده هنخش على فاميلي تانيه برضو كومباينيشنال وناخدها اسمها الباس ترانزستور وترانسميشن جيت. تمام، يعني ده السيكونس بتاعنا. وبعد كده احنا درسنا ستاتيك، هنكمل دايناميك. هناخد الدايناميك سيركت وازاي بنعملها وانواعها، تمام، ولو اتبقى وقت في اخر الترم هناخد الايه السيكوينشال لوجيك. طيب ايه الفرق ما بين الكومباينيشنال والسيكوينشال؟ الكومباينيشنال عندنا هنا هوت الاوتبوت هيعتمد على الانبوت بس، تمام، هو لو حضرتك بتشرح على السلايدز فهي واقفة 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 على ايه؟ على أول صفحة خالص، اللي هو ال static combinational logic، الاسم بس. الاسم بس. حاجة اتغيرت؟ لا لا زي ما هي. ما هي. اوكي شباب، ما انا هعمل ريستار لتيمز عشان هو تعليقة في التيمز، ماشي، اخرج وادخل تاني. تمام. الدنيا شغالة يا شباب؟ تمام. فدلوقتي عايزين نعرف الفرق ما بين الكومبينيشنال والسيكوينشال. ايه هي الكومبينيشنال؟ الاوتبوت بتعتمد على الانبوت، يعني الاوتبوت فانكشن في الانبوت بس. امال ايه اللي هيختلف في السيكوينشال؟ سيكوينشال الاوتبوت هيعتمد على الانبوت وعلى previous input، او input و previous input، ده الاوتبوت. معنى كده ان احنا هنحتاج ايه عشان نخزن عليه؟ حاجه اسمها ميموري، تمام، تحتفظ بالاوتبوت القديمه ترجعها تاني تبقى input. الاوتبوت مش هيعتمد على الانبوت بس، لا، على previous input كمان. اعتقد دي previous output مش previous input، يعني ده output قديم سجلناه ورجعناه تاني كانبوت. الاوتبوت هيعتمد على الانبوت والprevious output. طيب ايه بقى ال static CMOS circuit؟ هو كومبينيشنال لوجيك، يعني السيركت دي كومبينيشنال. ممكن نعملها بطريقتين، ممكن نعملها ستاتيك، ممكن نعملها دايناميك.
وده اللي احنا هناخده في المحاضرة ديت. هناخد الاستاتيك، وبعد محاضرتين ثلاثة، بعد 3 محاضرات هناخد الديناميك. تمام، فنبتدي بالاستاتيك. عندنا شوية حاجات كده اهوت نعرف بيهم الاستاتيك. أول حاجة الأوتبوت يا إما هو كونكتد للـ VDD يا للجراوند اللي هو الـ VSS. يعني إحنا الأوتبوت دايركت كونكشن يا بالـ VDD يا بالجراوند. ده معناه إيه؟ نترجمه إيه؟ يعني الـ V أوتبوت هاي بكام؟ الـ VDD، و V أوتبوت لو هي الـ VSS على طول. تمام، زي ما خدنا في الانفرتر. طيب وايه تاني؟ الاوتبوت بيطلع بوليان فانكشن من السيركت ديت، وده عكس الديناميك اللي هناخده بعدين. يعني احنا عندنا بوليان فانكشن هتطلع من السيركت اللي هي الاستاتيك سيركت ديت. نيجي بقى بتكوين الاستاتيك سيركت. عندنا ال VDD واصل بحاجة اسمها pull up network. تمام، وعندنا ال VSS اللي هو عادة بيبقى ground يعني، بس هو هنا حطه في شكل general، واصل لل pull down network. ال pull up network وايه ال pull down network؟ البول اب نتورك، تمام، هي النتورك اللي هتوصل الاوتبوت بتاعك للفي دي دي، تبقى بول اب عشان بتطلع للفي دي دي. والبول داون، البول داون نتورك هي اللي بتوصل الاوتبوت للفي اس اس او جراوند. تمام، زي ما خدنا في الانفرتر. الانفرتر كان هنا بي موس، بعد كده ان موس، بعد كده جراوند، ده في دي دي وده في اس اس. تمام، الانبوت اهو والاوتبوت. كان الاوتبوت بيوصل عن طريق البي موس بالفي دي دي، وعن طريق الان موس بالفي اس اس. احنا هنكبر السيركت ديت، بقت بدل ترانزستور واحد هي بول اب نتورك، نتورك كبيره، وبدل الان موس هيبقى pull down network، network برضو كبيرة. بس احنا عندنا ايه؟ عندنا شرط، لازم ال pull up network تبقى PMOS بس، ولازم ال pull down network تبقى NMOS بس. ال pull up PMOS وال pull down NMOS، ويبقى فيه duality ما بين الاثنين البول اب والبول داون. يعني ايه دواليتي؟ هيبقوا عكس بعض، هتبان بعدين. تمام، وايه تاني؟ والانبوت اللي داخله على البول اب نتورك هي داخله على البول داون نتورك. بص هنا الانبوت في الانفرتر واصل على البي موس والان موس عشان يطلع لي اوت. تمام، يبقى عشان اعمل static combinational CMOS circuit احنا عندنا الاوتبوت يواصل بال VDD عن طريق pull up network، يواصل عن طريق واصل لي VSS عن طريق pull down network، الانبوتس داخله في الاثنين لل pull up وال pull down. تمام، ال pull up PMOS only، البول داون NMOS only، والبول اب والبول داون دول دول لوجيك. حد عنده سؤال؟ تمام، طيب
اللي يميزها عن الديناميك، هو لازم اخش في الديناميك عشان تفهم الفرق، تمام؟ واحنا هنخش فيه بعد دقيقتين، تمام؟ بس التو بوينتس المهمين ان انت الاستاتيك هيبقى ايه؟ الو، ايوه دلوقتي تمام. انت حاسس ان الكلام ده ان هو يواصل بالفيديو دي، يواصل بالجراوند مع ايه المشكله؟ لا، ما هي مش ده العادي. انا في حاله ان ممكن الاوتبوت يبقى فلوتينج، لا واصل بفيديو دي ولا واصل بفي اس اس. فده اول شرط للاستاتيك، ان هو واصل بحاجة ما هوش floating، تمام؟ تاني حاجة ان هو بيكون لي بوليان فانكشن، في فانكشن كده هقدر اجيبها بين الاوتبوت والانبوت، يعني هقول الاوتبوت هيساوي not الانبوت، الاوتبوت هيساوي ناند الانبوت، تمام؟ طيب الاستاتيك ايه البروبرتي بتاعته؟ اول حاجه هي ريل تو ريل سوينج، ما هو فعلا الاوتبوت يا هو في دي دي لا هو في اس اس، فايه واخد الماكسيمم بتاع السبلاي اللي احنا حاطينه والمينيمم بتاعه، فريل تو ريل الاوتبوت يا اما الفي دي دي يا اما في اس اس. السيركت بتاعتنا نون ريشيد لوجيك. يعني ايه نون ريشيد لوجيك؟ يعني حط اي سايز للدايره هتشتغل بنفس البوليان فانكشن اللي انت عاملها لها. ازاي؟ فاكرين الانفرتر؟ ادي البي موس وادي الان موس، موصلين انبوت وناخد اوتبوت. هو السايز اللي كنا بنحطه W على L و W على L كان بيأثر انه يخلي الدايرة دي انفرتر ولا لأ؟ ولا في كل الحالات هي انفرتر؟ هي في كل الحالات انفرتر، تمام؟ امال كان بيأثر على ايه؟ يأثر على ديلي، يأثر بالظبط، يأثر على ان هو السيركت ديت او الانفرتر دوت ما يبقاش سيمتريك. كده هو، لكن هيفضل انفرتر، تمام؟ ده معناه الريشد النون ريشد لوجيك، ما تعتمدش على الايه السايز. الكلام ده معناه ان احنا هناخد سيركت تانية، فاميلي تانية هتعتمد على الايه الدايمنشن. لو دايمنشن مختلفة مش هتطلع لك الايه الفانكشن اللي انت كنت فاكر انها هتطلع، تمام؟ تالت حاجة عندنا زيرو ستاتيك باور زي الانفرتر كده، كان الستاتيك باور زيرو تقريبا زيرو. ليه؟ لأن مفيش دايركت باس ما بين الفي دي دي والجراوند، هو يا واصل بالفي دي دي يا واصل بالجراوند، ما ينفعش يبقى واصل بالاتنين مرة واحدة، فمفيش باس ما بين الفي دي دي للجراوند، فالستاتيك باور زيرو او تقريبا زيرو. وعرفنا ليه تقريبا المحاضرات اللي فاتت. الديلي هيعتمد على اللود كاباسيتنس والسويتش ريزيستنس. فاكرين لما قلنا احنا حولنا الانفرتر دوت لار وسي سيركت عشان نحسب الديلي؟ هو نفس الكلام، الديلي ان هو هيعتمد على اللودينج اللي هو اللود لو هو كاباسيتيف او resistive، والسويتشنج ريزيستنس بتاعت الترانزستور، وطبعا البارازيتيك كاباسيتنس بتاعت الترانزستور. واخر حاجه من البروبرتي بتاعت الستاتيك كومبينيشنال سيركت انها انفرتنج فاميلي،
يعني هنا بيطلع النوت، هعرف اعمل الناند، هعرف اعمل النور. مال طب لو عايز اند هعمل ايه؟ احط ناند وراها نوت، نوت جيت. الانفرتنج فاميلي ظريفة في الموضوع دوت، هو بيديك ناند يا نور. اجيب ازاي الاند والاور، احط بعديهم ايه؟ نوت جيت. تمام. اتفضل. هنا بي موس وهنا ان موس، ده الانفرتر اللي احنا خدناه. لا وضح اكتر انت عايز تقول ايه. الاوتبوت بتاع الناند هيخش على الانبوت بتاع الانفرتر. تمام. بس هنشوف دلوقتي الناند هنعملها ازاي والنور هنعملها ازاي. في حد عنده سؤال تاني؟ طيب احنا قلنا البول اب نتورك من بي موس بس، والبول داون نتورك من ان موس بس. البي موس هي اللي هتوصل الاوتبوت بالفي دي دي، والان موس هي اللي هتوصل الاوتبوت بالايه، بالجراوند او الفي اس اس. تمام. بنسمي البي موس اكتيف لو. يعني ايه اكتيف لو؟ لما الانبوت بتاعها يبقى بزيرو هتطلع الاوتبوت. طبعا البي موس هيوصل الفي دي دي فهتطلع الاوتبوت هاي. الان موس بنسميه اكتيف هاي. يعني ايه؟ يعني لما الانبوت بتاع الان موس يبقى هاي، تمام، هيوصل الاوتبوت بالفي اس اس، الاوتبوت هيبقى لو. فمن هنا جه ان هو ايه، هي انفرتنج فاميلي. لو الانبوت لو هيطلع الهاي، لو الانبوت هاي هتطلع اللو. طب اشمعنى البي موس في البول اب نتورك والان موس في البول داون نتورك؟ هناخدها بالمثال. تخيل احنا حطينا الايه، الان موس اهو واصل هنا الاوتبوت وهنا واصل بالجراوند، حطيت عليه هاي، الاوتبوت هيطلع بكام؟ زيرو، صح؟ هيوصل الاوتبوت بالجراوند، يطلع الاوتبوت بزيرو. تمام. طب تخيلوا لو جبنا البي موس، البي موس هو اللي يوصل الجراوند. البي موس هو اكتيف لو، فلازم الانبوت يبقى لو علشان يوصل. طب احنا هنا لو، هنا جراوند، وهنا جراوند، يبقى الاوتبوت لازم يبقى ايه؟ اقل حاجه هيطلعها البي موس هو ايه؟ هو مش هيوصل الجراوند. لو هنا جراوند وهنا جراوند وهنا جراوند، ما بقاش ترانزستور، لازم يبقى هنا فيه دي ثريشولد، صح؟ عشان يا دوبك الايه، البي موس ده يبقى شغال. فالاوتبوت اللي هنوصل له هنا في الدايره ان الاوتبوت هيتغير للفي ثريشولد بتاع الايه، البي موس. بصوا هنا الان موس وصل زيرو على طول، البي موس وصلت في ثريشولد اكبر من الزيرو. تمام. يبقى انهي احسن، نحط ان موس ولا نحط بي موس؟
لل pull down network ال NMOS. تمام. طيب نبص على ال pull up network، لو حطيناها ب NMOS، ال NMOS دوت قلنا ده active high، يعني هنا بيشتغل لازم تبقى هاي في دي دي، وهنا في دي دي، يبقى هيوصل ازاي؟ هنا في دي دي وهنا في دي دي، لازم يبقى فيه هنا في ثريشولد. تمام، يعني الاوتبوت هيبقى في دي دي ناقص في ثريشولد. لو الانبوت في دي دي، الاوتبوت هنا اخره في دي دي ناقص في ثريشولد، عشان يفضل ال ان موس ده شغال. هو مش هيوصل في دي دي، هيوصل في دي دي ناقص في ثريشولد اقل. نبص على البي موس، احنا لما كنا بنحط هنا الزيرو، هنا الفي دي دي، البي موس ده شغال، يوصل لنا الاوتبوت بالايه؟ بالفي دي دي على طول. يبقى انهي احسن، نستخدم بي موس ولا ان موس في توصيل الفي دي دي؟ طبعا ايه، البي موس. تمام يا شباب، في حد عنده سؤال؟ تمام. طيب طب هنوصلهم ازاي؟ ال N MOS وال P MOS، قالوا كده حطينا N MOS وبعديه N MOS تاني، امتى ال X توصل لل Y؟ امتى النقطة ديت؟ بالظبط لما ال A and B يبقوا بإيه؟ بهاي. تمام؟ ولو حطينا ال 2 ترانزستور parallel، إمتى ال X توصل لل Y؟ لو بالظبط A or B، يبقى إحنا series ترانزستور، series NMOS ترانزستور يديني AND، parallel NMOS transistor يديني OR. تمام؟ فاحنا لو عايزين نعمل AND احط ال NMOS ايه؟ series. لو عايزين نعمل OR احط ال ايه؟ ال 2 NMOS in parallel. طب هي ال NMOS هتوصل ايه؟ ground ولا VDD؟ اتفقنا ال NMOS في ال pull down network بس، هتوصل جراوند بس، فاللي هيطلع ده هيبقى ايه؟ A and B inverted، A B inverted. تمام؟ أو A or B برضو inverted، لأن ال NMOS ترانزستور بيعدي strong zero بس weak one. زيرو بيوصل الزيرو زي ما هو، ويك 1 شفنا في السلايد اللي فاتت ان هو بيوصل ايه؟ الويك 1 في دي دي ناقص في ثريشولد، مش في دي دي بس. نفس الكلام في البي موس، بس في فرق صغير. ايه هو؟ البي موس لو حطيناهم ان سيريز، امتى الاكس توصل للواي؟ لما الاثنين دول يبقى مظبوط، يعني دي زيرو ودي زيرو، صح؟ ال A عليها زيرو وال B عليها زيرو، فال X توصل لل Y، يعني A بار و B بار. تمام، هتوصل لما A بار و B بار. تمام، A بار و B بار ديت لما نفكها بوليان هتبقى A or B inverted. يبقى احنا ال PMOS series يطلع لي ايه؟ نور. طب لما يبقوا parallel، امتى ال X تبقى واصلة ال Y؟ يا دي زيرو يا دي زيرو، صح؟ يعني يا A بار أو B بار،
فكها كده تبقى A and B inverted يبقى NAND. والPMOS بيعدي strong 1 و weak 0، عشان كده دايما ال X دي هتبقى واصلة بالإيه؟ بال VDD، هيوصل دايما VDD للوال. بصوا كده الفرق ما بين الPMOS والNMOS. PMOS series طلعت نور، NMOS series طلعت NAND، NMOS parallel طلعت نور، PMOS parallel طلعت NAND. هي دي الدواليتي، يعني اللي هيبقى سيريز في البول داون نتورك هيبقى بارلل في البول اب نتورك، والعكس صحيح. تمام يا شباب؟ ازاي الكلام ده؟ هنشوفه في اكزامبل. تعالوا ندرس الناند جيت. الناند جيت عندنا مثلا تو انبوت A و B، تمام، وادي ترو ستيبل. الاوتبوت هيطلع زيرو امتى؟ لما ال A وال B بوحايد. A و B وحايد، الاوتبوت بزيرو، تمام. مين المسؤول عن الاوتبوت بزيرو؟ البول داون نتورك، تمام. بول داون نتورك، يبقى نحط ترانزستور اللي هو ال NMOS سيريز ولا بارالل عشان اطلع الناند؟ سيريز، حطيت الترانزستور بتاعت ال NMOS سيريز، فبقت ايه؟ دي ودي، لما يبقوا وحايد الترانزستور ده والترانزستور ده يشتغلوا يوصلوا الجراوند بالاوتبوت، تمام. يبقى احنا حققنا اهو، لما A ب1 و B ب1 الاوتبوت التو ترانزستور دول هيبقى اون ويوصل الاوتبوت للجراوند، تمام. غير كده اي كومبينيشن تاني الاوتبوت هيبقى واصل بمين؟ الهال. هنا سيريز البول داون نتورك، سيريز البول اب نتورك تبقى ايه؟ قلنا في دواليتي، لو هنا سيريز البي موس يبقى بارلل، ودايما اسهل ان انت تتعامل تشوف الايه السيريز في الان موس عشان يديك الاند، تمام، وتعرف في الاخر هتبقى انفرتد يعني، واعمل ايه الدواليتي وارسم بيها الايه البول اب نتورك، هنا سيريز هنا بارلل على طول، تمام يا شباب؟ في اي سؤال؟ طيب النور جيت نكتب الترو ستيبل بتاعتها A B لما يبقوا بزيرو، دي الحالة الوحيدة اللي تبقى بوان، الأوتبوت بوان، غير كده الأوتبوت بزيرو. طب احنا بنكتب النور جيت ازاي؟ A or B، صح؟ يعني لو ال A بوان أو ال B بوان أو الاتنين بوان، ترانزستور يوصل ايه؟ الأوتبوت بالجراوند. احنا هنحط ال NMOS مالهم؟ بارلل، لو A بوان هو واصل بالجراوند، لو B بوان الأوتبوت واصل بالجراوند، لو الاتنين بوان الأوتبوت واصل بالجراوند من ناحيتين، تمام. طب لو غير كده ال A وال B زيرو، وصل بالإيه الأوتبوت بالسبلاي، فهنا بارلل ال NMOS هيبقى بارلل، يبقى ال PMOS يبقى سيريز بالدواليتي، تمام. خلوا بالكم احنا من نص الدايره نقدر نطلع الفانكشن بتاعتنا، فلو بصيت على نص الدايره تعرف تقول الفانكشن دي ايه، لان اللي فوقيها يعني اللي عندك البول داون نتورك مثلا، تمام، تعرف تطلع منها الفانكشن على طول، الواي هيبقى ايه من الانبوت، تمام، وترسم الديواليتي بتاعتها في الايه في البول اب نتورك. في حد عنده سؤال؟
بالظبط كده. تمام. وهو ده المشهور، ان انت تعمل السيركت، تحط اللوجيك بتاعك في الانموس وتعمل دواليتي، ترسم بيه الايه البي موس. اي ترانزستور سيريز في الانموس يبقى بارالل في البي موس، اي ترانزستور بارالل في الانموس يبقى سيريز في البي موس. نكبر الدايرة شوية، نعمل 4 input NOR gate. الأربعة input داخلين على النور gate، طلع لي الإيه الفانكشن اللي هي واي، اللي هي واي. طب هو النور gate الفانكشن بتاعته إيه؟ الواي هتساوي A or B or C or D، كله inverted. طب الأور كنا بنعملها إزاي بإن مص؟ هم الأربعة A B C D على الـ NMOS وكلهم parallel. يا دي هاي يا دي هاي يا دي هاي يا دي هاي، تطلع لنا إيه؟ الزيرو، أو أي اتنين، أو أي تلاتة، أو الأربعة كلهم. تمام؟ أمال إيه الحالة الوحيدة اللي الـ output ده يبقى واصل بالـ VDD؟ لما كل ده يبقى إيه؟ بالظبط زيرو. تمام، احنا كده رسمنا اهو. خلي بالك الانبوت A B C D داخله على البي موس زي ما هي داخله على الايه، على الان موس. تمام، هنا 4 ترانزستور يبقى فوق 4 ترانزستور. ناخد الناند جيت. الناند جيت هي الفانكشن بتاعتها ايه؟ واي هتساوي A B C D كلها inverted، يعني الـ output مش هيطلع زيرو إلا لما كان كل الصف ده إيه؟ وحايد. تمام؟ فالـ NMOS يبقى series، 4 NMOS series، يبقى الـ PMOS يبقوا 4 parallel. في أي مشكلة؟ نصعب الدايرة أكتر؟ لا، الديلي ده هناخده، الديلي بتاعها هناخده المحاضرة الجاية. أنا هكتفي بس إن أنتوا إزاي نعمل السيركت، وإزاي نعمل لها ديزاين للدايمنشنز بتاعتها. إحنا لسه ما جبناش الـ W والـ L بتاع كل ترانزستور قد إيه. وفعليا لغاية النقطة دي انت تقدر تبتدي المشروع، وتعمل اي دايرة اند او اور او ناند او نور او اكزور او اي كومبلكس فانكشن بوليان فانكشن انت عايزها. تمام، وتعرف تعمل لها سايزين كمان، تحط ال W وال L. تعالوا نشوف، نعمل نجيب ال W وال L بتاعت مثلا هنا الناند جيت، ان هما سيريز، ان مو سيريز يعني A و B و C و D لازم يبقوا 1 عشان الاوتبوت يبقى واصل بالزيرو. دي الناند جيت، وهنا بارلل بالدواليتي. طب احنا بنعمل السايزنج ازاي؟ بنعمل السايزنج على اساس الريفرنس انفرتر. الريفرنس انفرتر، الانفرتر اللي احنا درسناه. تمام، كان في W على L للبي موس و W على L للان موس. ساعات كان بنقول عشان يطلع سيمتريك الانفرتر، البي موس بياخد 2 W على L والان موس ياخد W على L، ده عشان يبقى سيمتريك. طب لو مش سيمتريك يبقى في W على L للبي موس و W على L للان موس. خلوا بالكم النقطة دي، عشان أنا لما هجيب سؤال هقول لك يا هتعمله على السيمتريك انفرتر يبقى لازم البي موس يبقى دبل الان موس، يا هقول لك ان هو كيس جنرال فهتبقى تستخدم W على L للبي و W على L للان. تمام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟
بالانفرتر او الريفرنس انفرتر بتاعنا، احنا عايزين يبقى الريزيستنس اللي شايفينها من الاربعه ترانزستور اللي في البول داون نتورك ديت يساوي الريزيستنس بتاعت الانموس في الانفرتر. يبقى الريزيستنس بتاعت البول داون نتورك كلها تساوي الورست كيس ريزيستنس. هأكد على الورست كيس دلوقتي عشان اقول لكم الفرق. الورست كيس ريزيستنس بتاعت البول داون نتورك تساوي الريزيستنس بتاعت الايه الان موس في الانفرتر، والورست كيس ريزيستنس بتاعت البول اب نتورك تساوي الايه الريزيستنس بتاعت البي موس اللي في الانفرتر. طيب ايه العلاقه ما بين الريزيستنس والويدث؟ احنا قلنا اللينث بناخده مينيمم عشان احنا دي لوجيك فانكشن. ايه بقى العلاقه ما بين الدبليو والار؟ كل ما الدبليو تزيد بالظبط، كل ما الدبليو تزيد الايه الريزيستنس تقل. تمام، فاحنا هنا هوت عندنا دبليو على ال بتدينا ار بتاع ان. تمام، فيبقى احنا عايزين الاربعه دول يطلعوا لي نفس الار، يبقى كل واحده تبقى ربع ار، ربع ار مع ربع ار مع ربع، كأنك ضربت اربعه هتبقى نفس الريزيستنس. طب لما انا بقول لك الريزيستنس قلت للربع يبقى الويتس ماله؟ يبقى 4W على L، 4W على L، 4W على L. كده التوتال ريزيستنس اللي هشوفها في البول داون نتورك هتساوي الريزيستنس اللي هشوفها من N موس في الانفرتر، في الريفرنس انفرتر بتاعنا. تمام؟ طيب والبي موس فين ال worst case resistance؟ أما لو الأربعة دول بالظبط لو كلهم شغالين هيدوني resistance صغيرة، صح؟ لأن ال parallel resistance أقل من، يعني لما ال resistance تتحط parallel تطلع قيمة أقل من أكبر واحدة فيهم. فمعنى كده إن الواحدة بس لو اشتغلت تديني أعلى resistance، ال worst case resistance، ان ترانزستور واحد هو اللي يبقى ايه شغال. ترانزستور واحد هو اللي شغال يديني الورست ريزيستنس، يبقى احط ال W اللي بكام؟ ال P MOS. تخيلوا بالظبط ال W على L بتاع ال P MOS، W على L بتاع ال P MOS في ال A في ال reference inverter. طب لو قلت لك ال reference inverter دوت symmetric inverter هتعمل ايه؟ حط هنا كام؟ 2، 2 دبليو على ال، 2 دبليو على ال، 2 دبليو على ال. حد تاه؟ حاسس ان الكود صغير. فين بقى؟ انهي حته؟ حته ال worst. ال worst case. صح؟ احنا هنا هوت في ال N MOS، في ال N MOS هي حالة واحدة، يعني هو مش هيبقوا on إلا في حالة واحدة، ايه هي؟ ان كلهم A وال B وال C وال D وحايد. تمام؟ فكل فالحالة الوحيدة دي هي ال worst case، ما عنديش حالات تانية. اي حاله تانية هيبقى مفتوح، فخلاص انت الريزيستنس بتاعته مش داخله معاك. تمام، لكن هنا في البي موس بص عليه
ده ممكن يبقى شغال والباقي مش شغالين، ده ممكن يبقى شغال والباقي مش شغالين، دول الاتنين يبقوا شغالين والاتنين دول مش شغالين، وهكذا. هتلاقي ايه باترن كتيرة. انهي فيهم الورست كيس؟ انهي فيهم تديني اعلى ريزيستنس؟ لما يكون لو واحدة بس كل تكون بالظبط لما يكون واحدة بس هي اللي شغالة، لأن لو اتنين شغالين ال R اللي هنشوفها هتبقى ايه؟ دي R، ودي R هتبقى ايه؟ R على اتنين، تمام؟ لكن لو واحدة بس هتطلع لنا R أكبر حاجة. ال R دي أنا عايزة أساويها بال R P اللي موجودة في الانفرتر، الريفرنس انفرتر بتاعنا، هو ترانزستور واحد بي موس وهنا ترانزستور واحد بي موس، فهحط نفس الدبليو على ال بتاعة الايه البي موس بتاع الانفرتر، تمام؟ تمام. لو انا قلت لك الريفرنس انفرتر بتاعك سيمتريك، سيمتريك قلنا الدبليو بتاع البي هيساوي ضعف الايه الدبليو بتاع الان، صح؟ كنا بنحط هنا W على L وهنا 2 W على L، هنا لو حطينا 4 W على L هنا يبقى كام؟ أو سيمتريك فين بالظبط عشان بس مش شايف الماوس؟ الأربعة ترانزستور اللي فوق دول، ما هم هيبقوا زي بعض، ال W على L تمام، بتاعتهم يبقى لو أنا 8 دبليو على ال. لا لا احنا بنقارن بمين؟ بالانفرتر. الانفرتر هنا 2 دبليو على ال، عايز اطلع نفس الريزيستنس بتاعت 2 دبليو على ال، يبقى احط 2 دبليو على ال. محدش يضاعف اللي تحت، اللي تحت ده كله هيطلع ار ال، واللي فوق ده كله هيطلع الورست كيس بتاعته ار بي. احنا بنقارن بالانفرتر، طلع نفس الريزيستنس اللي مطلعها الانفرتر ان كانت للان او للبي. حد عنده سؤال؟ كمل. طيب شفنا الناند والنور الكلام دوت، عايزين كومبلكس جيت. بدينا ال A بعد كده سيريز مع فرعين اهو B، وال B بارلل مع ال C وال D. نكتب الفانكشن بتاعتها سهلة، ال A دي سيريز مع حاجة، يعني ال A أندت مع حاجة، تمام؟ وكله inverted. ال A ended مع حاجة، ended مع ايه بقى؟ دي parallel لدي، يعني B or اللي جاي من هنا من C وال D، ال C وال D series يبقوا ended مع بعض، C and D. احنا طلعنا ال function A ended B or C D، تمام؟ ال A series مع حاجة يبقى ended مع حاجة، ايه هي الحاجة دي؟ B parallel مع حاجة يبقى B or مع حاجة، ايه الحاجة دي؟ C series مع D، يعني C ended مع D. طلعت الفانكشن من ال NMOS، نعرف نستنتج ال PMOS رسمتها عاملة ازاي؟ سهل، صح؟ هنعمل ايه؟ دواليتي. طيب الدواليتي بقى في ال NMOS احنا قلنا ايه؟ ايه سيريز مع حاجة، يبقى هنا ال A
parallel مع حاجة، تمام؟ إيه الحاجة دي؟ بي parallel، يبقى البي في البي موس هتبقى سيريز مع حاجة، بالسي والدي سيريز، فحطهم هنا إيه؟ parallel. يبقى إحنا كده عملنا الإيه؟ السيركت كاملة، البول أوت نتورك. والبول داون نتورك. تمام يا شباب؟ في حد اتلخبط؟ الحل هيخليك تظبط الموضوع دوت، يعني حط اي كومبلكس فانكشن وحاول ترسمها. في اي سؤال يا شباب؟ لا تمام. نعمل لها سايزنج، نعمل الفانكشن كومبلكس دي سايزنج. سهلة بقى، هنحط ال W على L بتاعة ال P، اهي ال W على L بتاعة ال N، تمام؟ ال reference inverter بتاعنا بالمنظر ده، تمام؟ عايزين كل ده يطلع نفس ال R بتاعة ال إيه؟ ال N. فين ال worst case بتاعة ال pass من ال output لل ground؟ إن يبقى A B هما اللي on، ولا A C D هما اللي on؟ تمام، ده أعتقد مش ال تفرق. worst. لا تفرق، دول ثلاثة resistance series مع بعض، دول اتنين resistance series مع بعض. معنى كده تمام. ان هو انا عايزين هنا ايه؟ R على ثلاثة، R على ثلاثة، R على ثلاثة، عشان series يديني R، تمام؟ يبقى ايه علاقته بال W على L بتاعت ال inverter ال NMOS؟ بالظبط، 3W على L، 3W على L، 3W على L. جميل. طب الراجل ده نعمل له ايه؟ البارالل، خليه نفس الويتس بتاع الفرع التاني، يعني 3W على L و3W على L، احنا هنطلع له ريزيستنس نفس ديت. طب هي الريزيستنس بتاع دي كام؟ اتنين على تلاتة R، صح؟ اتنين على تلاتة R N، يبقى ده الويتس بتاعه كام؟ مظبوط، W على L. تمام، فيها مشكلة؟ نعمل ال PMOS. ال PMOS فين؟ فين ال worst case؟ ال worst case بي و سي او بي و دي. جميل، يعني اتنين ترانزستور، تمام؟ يبقى ال W ال L بالنسبة ل W ال بتاعت ال P reference بتاعنا ايه؟ بالظبط، اتنين W على L، وهنا اتنين W على L، طبعا ده بتاع ال P، تمام؟ طيب ال D parallel لل C، هو ترانزستور واحد، نخليهم بنفس ال resistance، يبقى ال D كام؟ صح، 2 W على L بتاعت ال P. طب و A وحيد كده اهوت من ال يبقى ده بعيد supply على ال W على L بتاعت P، تمام مظبوط، بياخد نفس الريزيستنس. بس في حاجة صعبة؟ ناخد آخر حاجة، دايرة مشهورة اللي هي AND OR INVERT. إيه AND OR INVERT؟ هعمل A و B ANDED مع بعض، C و D ANDED مع بعض، الاتنين OR INVERT،
يعني أنت وأنت ونور، صح؟ A ended مع B و C ended مع D، تمام؟ بعد كده يطلع على نور يطلع الأوت، دي الفانكشن بتاعتنا، تمام؟ عايزين نبني الكلام ده بطريقتين، بطريقة الجيت إن أنت ترسم أند لوحدها ونور لوحدها تحطهم ورا بعض، أو إن أنت تتعامل معاها ككومبلكس جيت وترسمها زي ما إيه؟ ما رسمنا البوليان فانكشن اللي فاتت. لو إحنا نرسمها بالكومبلكس جيت، هنا A و B أندد، C و D أندد، يبقى A و B سيرز، C و D سيرز، A B و C D أورد، ده الاتنين بارلل مع بعض أهو، وأدي الأوتبوت اللي طالع، يبقى A B سيرز، C D سيرز، والبرانش بتاع A B بارلل للبرانش بتاع C D، يطلع لنا الفانكشن. ال PMOS الدواليتي بتاعتها هي ال A B سيرز، هنعملهم بارلل، A بارلل مع B، ال D C سيرز هنعملهم بارلل، ال D بارلل مع C، الفرعين دول بارلل لبعض هنعملهم سيرز، أهو A B سيرز مع C و D. كم ترانزستور بالكومبلكس جيت؟ 4 فوق و4 تحت، 8 ترانزستور، تمام. بصوا بقى، لو بنيناه أنت وأنت ونور، هي الأند هنعملها إزاي؟ هنحط ناند بعديها نوت، والتانية برضو ناند بعديها نوت، واخد الأوتبوت بتاع الاتنين أحطه في إيه؟ في نور. هي الناند فيها كام ترانزستور؟ لو قلنا اتنين فوق اتنين تحت يبقى أربعة، الناند فيهم أربعة، والنوت فيهم اتنين ترانزستور، النور كانت كام ترانزستور؟ أربعة بارب، تمام؟ أربعة واتنين ستة، ستة وستة اتناشر، اتناشر واربعة ستاشر ترانزستور. لو عملناهم بتركيب الجيتس ورا بعض كده هستخدم ستاشر ترانزستور، لو عملناهم بكومبلكس جيت هاخده كام؟ تمانية ترانزستور. انهي احسن؟ طبعا اللي هيوفر لي ايه؟ مساحة، تمام؟ وبعد كده هنبقى ايه؟ ندرس الديلي كمان، نشوف انهي احسن فيهم بالنسبة للديلي، انهي اسرع؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ تمام؟ ده ان شاء الله يعني الديلي ده هناخده المحاضرة الجاية. في اي سؤال؟ ايوه، هنزل لكم الشيت، اتفضل. اللي في نفس الجدول ايوه، ما انا مديك المينيموم عشان تضرب في اربعة، انا مديك ال W مينيموم وال L مينيموم بحيث ان انت هتضرب في اربعة. حطيت ال W W وال L المينيموم، صح؟
يعني تبقى الفاينل انسر غلط، بس الستبس والايكويشن اللي انت كاتبها صح ولا لا؟ طب انت ممكن تاخد بس درجة على الايكويشن اللي انت كاتبها، يبقى ليها درجة. تمام. مظبوط. في حد عنده سؤال؟ البروجكت هي المال. ناخد بالكم، ناخد بالك كم فرد في التيم؟ كانوا 5 ولا 4؟ 5 ماكسيمم، 5 ماكسيمم 5، وهترفعه على ال ام اس. ده انا كل محاضرة بجيب لك السلايد بتاعت الكالندر اخر، لا الاسبوع 13، يعني قول ممكن يوم 24، الحد 24، 24/12. تمام. بس وقبلها بأسبوع في كويز. تمام. هو في الفايل اللي حضرتك رفعه ال ام اس مكتوب 24/12، هو ده كده يعني ده هيتعدل صح أيوة. كده ولا هو 24 ما هو 12؟ ما أنا قايلة 24/12، تمام. يعني الكالندر ماشية مع اللي مكتوب في البروجكت. اوكي تمام. تمام. في أي سؤال تاني؟ لا لا، هديك نبذة عنه صغيرة بس. تمام. في أي سؤال تاني يا شباب؟ حسب الوقت، أنا لو لقيت وقت للسيكونشال هديكوا السيكونشال، والسيكونشال هتلاقي إن الميموري جزء منه. أنا هتابع مع الباشمهندس يعني يصحح وينزلها آخر الأسبوع ده إن شاء الله، أو أول الأسبوع الجاي يعني. تمام. ما فيش حاجة. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ ماشي اوكي. هو المحاضرة كده الأسبوع الجاي هتبقى إمتى يا دكتور؟ يوم الاثنين. تمام، وما ينفعش نخليها لحد طيب زي. لحد انا ببقى في الكلية. أوكي طب تمام. ممكن يوم التلات طيب، عشان يعني يوم الاتنين بيبقى إحنا يومنا طويل في الكلية وبنرجع متأخر، في ناس ما بتلحقش ترجع يعني تحضر. زينها يوم الأربع. التلات طب الأربع يعني لا بلاش الأربعة، احنا عندنا محاضرة سي او برضو. طيب تمام، أحاول أخليها يوم الثلاثة الأسبوع الجاي. حاضر. طب الخميس كويس؟ مش عارف بس يعني ممكن ابقى اسأل على الجروب. هشوف اقول لكم عن المناديب. تمام. تمام. يلا سلام، باي باي.
Thank you.